لم تكد الحكومة الليبية تعلن عن توصلها لاتفاق على إعادة فتح الموانئ النفطية الأربعة في شرق البلاد بعد إغلاق دام نحو 9 أشهر، حتى انعكس الاتفاق ارتياحا وسط الشارع الليبي وعلى أسعار النفط العالمية. موانئ الزويتينة والحريقة وراس لانوف والسدرة التي تنتج نحو 700,000 برميل يوميا من صادرات النفط الليبي سوف تعاود الانتاج تدريجيا، ليدخل كل من مينائي الزويتينة والحريقة مرحلة الصيانة والاستعداد لتحميل ناقلات النفط بالخام. أمس تم افتتاح ميناء زويتينة على أثر الاتفاقيات التي جرت بين المكتب السياسي لإقليم برقة السيد إبراهيم جذران والوفد المخول من قبل الحكومة، والأمور تسير كما ترونها في ميناء زويتينة. الاتفاق الذي انعكس على أسعار النفط العالمية سيزيد من إنتاج النفط الحالي والبالغ نحو 150,000 برميل يوميا، لكنه سيظل دون مستوى إنتاج النفط البالغ نحو 1,400,000 برميل. هناك وسطاء قد توصلوا إلى نقاط قبلتها الحكومة، هذه النقاط تتمثل في فتح الموانئ على دفعتين، الدفعة الأولى دفعة فورية لميناء الزويتينة وميناء الحريقة، وبعد أسبوعين إلى 4 أسابيع فتح مينائي السدرة وراس لانوف. شهد الاتفاق ترحيبا محليا ودوليا مع تهنئة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الحكومة المؤقتة بهذا الإنجاز، واعتباره دفعا معنويا كبيرا باتجاه بناء مؤسسات الدولة، لكنه لم يمنع المؤسسة الوطنية للنفط من إعلان استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي الزويتينة والحريقة بسبب انضمام العاملين في شركة الخليج العربي للنفط أجوكو التي تدير ميناء الحريقة للعصيان المدني المعلن في بنغازي. وإلى أن تستأنف موانئ الشرق الليبي تصدير النفط بشكل طبيعي، يظل حقل البوري والجرف البحريان في غرب البلاد هما فقط اللذان ينتجان ويصدران النفط بشكل اعتيادي.